بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أنا بس لفت نظري إن الشارع المصري كله الناس بقت جزة وعاملة كده وشادة أعصابها، ناس ما بقتش مستحملة بعض. يعني المشهد اللي قدامنا ده، واحدة ست سايقة عربية طبعا متفيمة من كل ناحية، تعتد بسطوتها وإن هي قريبة حد أو هي في مركز كبير طبعا أو إن عندها فلوس، وماشية تخبط في عربيات الناس، والست اللي بتدافع عن عربيتها او بتدافع عن نفسها مثلا ممكن تكون شتمتها ولا حاجه، بس هي من الواضح ان هي ركنه غريبه. يعني هي موجوده وسط مجموعه عربيات وبتخبط في كل العربيات، ومش هاممها الست اللي بتمسك في العربيه او الست اللي هتمسك كمان شويه في المرايه بتاعتها، والناس عاملين يحوشوا الست اللي بره العربيه. يعني هتموتك، ابعدي هتموتك، لانهم شايفين اصرار غريب ان هي تاخد حقها. اتمنى ان احنا نعالج الحاجات دي، ما تسيبهاش تكتر، ان احنا نجيب حق الناس. يعني حق الناس المفروض يرجع الست دي ليها حق، الناس اللي عربياتها اتخبطت النهارده ليهم حق. يعني مش معقوله تبقى راكن عربيتك وترجع تلاقي حد بيخبط فيها، والناس بتمنعها مش واقفين معاها، وهي بتستنجد بتقول انا هجيب لك الشرطه، انا هطلب لك الداخليه. محدش يتحرك من الناس اللي واقفه. عمرنا يا مصريين ما كنا كده، عمرنا ما كنا سلبيين للدرجه دي. بعض السلبية موجود، بس مش للدرجة ان احنا نشوف ست بيتم الاعتداء عليها وقربت تموت، وكل النصيحة اللي بتتقال ابعدي هتموتك ابعدي هتموتك. المفروض ان احنا نعرف ايه اللي تم بعد كده وايه اللي حصل، والعقاب كان رادع ولا لا، عشان الرادع العام للناس كلها. اشكركم جدا، احمد سنوسي.